السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وعدنا إليكم مرة أخرى. قبل ما نبدأ الفيديو ما تنساش تدير اشتراك ودير لايك وخلي كومنتير لتحت في حالة إذا كان عندك أي تساؤل. نبدأ على بركة الله. Distance learning هذه الفوكابولري أو الكلمات ولا المصطلحات ولا المفردات اللي عندها علاقة بالتعلم عن بعد. بيان سور التعلم عن بعد كلنا مرينا منه كأستاذ، يعني شخصيا مريت من هذا التعلم عن بعد وكانت تجربة يعني إلى حد ما ناجحة على العموم. كذلك أنتما يعني مريتوا من هذه التجربة، وممكن يعني أن الامتحان يكون حول أو نص ديال الامتحان يكون حول هذا التعلم عن بعد، ولا ربما حتى الرايتين ويسولوكم على التجربة ديالكم في التعلم عن بعد. يعني ما فيها بأس أننا نعرف بعض الكلمات اللي عندها علاقة بهذا الموضوع. يعني كل ما عرفتوا هذه الكلمات كل ما كان النص ديال الفهم سهل، ويعني وسهل أنكم تجاوبوا على الأسئلة ديال الفهم وتجيبوا نقطة مزيانة إن شاء الله. دونك هذو كلمات مفتاح خاصكم تكونوا عارفينهم. نبدأ على بركة الله. vocabulary وعندنا الترجمة، وكنعطي بعض المرات examples إلى ما فهمش. equipment، equipment هادو هما الأجهزة، مثلا لورديناتور، التليفون، هادو كلهم ما يعني كنقول لهم أجهزة، الميكروفون حتى هو. so teachers and students، هنا عندكم teachers and students need to have the necessary equipment، خاصهم يكون عندهم الأجهزة الضرورية such as Wi-Fi, computers and cameras. دونك الإكويبمنت هما الأجهزة، تكونوا عارفين هذه المسألة هذه. e-learning، e-learning و distance learning بحال تقريبا، غير e-learning كنقولوا electronic learning، يعني هي غير داك الأكرونيم ديال electronic، هذه إي كتعني electronic. electronic learning ولا e-learning سواء كنقولوا التعلم الإلكتروني أو التعلم عن بعد. هايبريد ليرنين، هايبريد ليرنين هو داك التعلم اللي كيجمع بين تراديشنال ليرنين، يعني التعلم التقليدي اللي هو في القسم بيان سور وفي المدرسه، والتعلم عن بعد، يعني كيجمعهم بجوج، كنقولوا له هايبريد، يعني هجين في جوج، في التعلم عن بعد والتعلم في الفصول الدراسيه. lack of social interaction، طبعا من المشاكل او يعني disadvantages، سلبيات ديال e-learning ولا التعلم عن بعد، هو ما كيكونش ذاك التفاعل الاجتماعي بين التلاميذ وبين الاستاذ، ما كيكونش ذاك التفاعل. دونك one of the advantages، one of the disadvantages of e-learning is that it lacks social interest interaction، يعني كيغيب فيها ذاك social interaction أو ذاك التفاعل الاجتماعي. lacks means كيغيب. lack of prompt، prompt كيعني فوري. دونك lack هو غياب of prompt verbal interaction. prompt verbal interaction هو ذاك التفاعل اللفظي الفوري، يعني ما كاينش ذاك التفاعل اللفظي دغيا، مثلا نعطيه سؤال وانت غادي تقول له استاذ راني ما فهمتش ولا هذا، فكتسمع وحتى كيتسالى ربما الدرس عاد انت كتبدا تعطي الاسئله، يعني ما كاينش ذاك البرومبت فيربال انتراكشن، تقول له lack of prompt verbal interaction. so during the delivery، delivery هو القاء الدرس، القاء. so during the delivery، ملي تلقاو هاد الدليفر عبر انه القاء الدرس، والفيرب ديالو هو deliver. of a lesson verbal interaction doesn't occur، doesn't occur لا تحصل، يعني لا تقع، ما كتحدثش. occur من زين حدث او وقع او شي حاجه بحال هكا. so interaction doesn't occur يعني ما كيكونش داك verbal interaction doesn't، او ما كيكونش داك التفاعل اللفظي الفوري. traditional classrooms، traditional classrooms هي داك الفصول الدراسيه التقليديه، يعني كنمشي للقسم مدرسة عادي، يعني القراية العادية هو traditional classrooms. virtual classrooms، virtual classrooms هما الفصول الدراسية الافتراضية اللي كتكون يعني عبر الانترنت اونلاين. challenges هما التحديات والصعوبات، التحديات والصعوبات اللي كتلقاوها مثلا في distance learning. distance learning has many challenges، يعني فيها بزاف ديال الصعوبات وبزاف ديال التحديات.
كورسز هما الدورات التعليمية، تقدر تسجل في شي كورس باش تتعلم مثلا شي حاجة، تنقولوا دورات تعليمية. student now can enroll، enroll يعني تسجلوا، يتسجل في enroll in يعني تسجل في courses، يتسجلوا في هذه الدورات التعليمية منين يبغيو. prompt feedback هو رد فعل فوري، هذا الفيدباك تعني رد الفعل، يعني ملي كتقول شي حاجة خص داك رد الفعل كتكون من الأستاذ، إلا ما كاينش داك رد الفعل من الأستاذ فكتلقى واحد الصعوبة باش تتعلم. دونك prompt feedback هو رد فعل فوري. distance lags distance learning، زيدوا هاد learning نسيتها هنا ما درتهاش، نديرو learning. so distance learning lags prompt feedback، يعني تعلم عن بعد كيفتقد هاد رد الفعل الفوري. curriculum هو المقرر ديالنا، مثلا textbook اللي عندكم مقرر اللي خاصكم ديروه. distance learning may help students finish the curriculum، يعني هاد التعلم عن بعد كما يعني حدث في هذا الزمن ديال كورونا وفي هذه الثلاث شهور هذه، انكم انهم اساتذه عاونوكم باش تكملوا المقرر ديالكم. assignments هما الواجبات المنزليه، الاستاذ ملي كيكلفك بشي واجب منزلي تنقولوا لهم assignment، والفيرب هو assign، الفيرب تقولوا to assign، لو student assign teachers assign students، يعني كيكلفوهم بواجبات منزليه. دونك teachers give student assignment to do online، يعني باش يديروها يعني online. alternative هو بديل، ممكن يكون مثلا distance learning هو alternative بديل ديال traditional learning. so e-learning is an alternative for traditional learning. electronic materials هاد المواد الإلكترونية، مثلا كل ما هو PDF، هاد الوورد، يعني كل ما عنده علاقة بالإلكتروني، يعني تصيفط مثلا شي بي دي اف تنصيفطو لك، هذيك تسمى الكترونيك ماتيريال، هذيك الماتيريالز اللي كيخدم بهم الأستاذ، مثلا الدوكس بي دي اف البي بي تي لي باوربوينت، هذوك تنقولوا لهم كذا الالكترونيك ماتيريالز. او تيتشرز بريبير الكترونيك ماتيريالز فور ستودنتس. برينتد ماتيريالز، برينتد هما المطبوعين، هذو الكترونيك والاخرين كيكونوا برينتد يعني مطبوع، تيكونوا في المدارس العادية. so you don't need printed materials in distance learning، ما كتحتاج ال printed material أو هاد المواد المطبوعة في البعد عن التعلم عن بعد. institutions هما معاهد أو مؤسسات. so many institutions يعني مجموعة من المعاهد والمؤسسات كتزود او كتعطي هذا الاختيار، يعني الاوبشن هو الاختيار في الاي ليرنين ان موروكو، كتعطي هذا يعني هذا البلاتفورم، هذه المنصه باش تعلم دير اي ليرنين او التعلم الالكتروني. ديجريز هو درجه او دبلوم، يعني كاين شي مؤسسات مثلا يونيفرسيتيز او جامعات في العالم، منها جامعه لندن وجامعه تقريبا الجامعات المشهورين في العالم تيعطيو ديجريز، كيعطيو دبلومات فقط عبر الانترنت، يعني بلا ما تمشي لهاد اليونيفرسيتي كيصيفط لك دبلوم متقرر عن بعد. سو نقول لهم ديجريز. بلاتفورم هي المنصه او منبر، دونك مثلا السوشيال ميديا، مثلا في اليوتيوب ولا الفيسبوك، is a platform، هي منصة أو منبر اللي تقدر أو اللي كتعاون تلامذ باش ياخذوا free lessons أو دروس مجانية. كما حد الآن يعني دور الدرس مجاني، يعني ما كنحتاجش يعني في مقابل. classroom instruction هي التعليمات التي تؤخذ في الفصل من طرف الأستاذ، يعني داك الانستراكشنز اللي كالتعليمات، كنقول لهم انستراكشنز هما التعليمات، الاستاذ ني تيعطيك مثلا شي تمرين ولا كيعطيك شي تاسك تيعطيك من معها تعليمات، هادو كنقول لهم كلاس روم انستراكشنز. فيلد هو مجال ولا الحقل، مجال ديال التعليم، الحقل ديال التعليم. او اي ليرنين از ان ايفولوشن، يعني هي ثوره في الفيلد ديال الايديوكيشن، ان ذا فيلد اوف ايديوكيشن. easily distracted، تلمد منين كيكونوا في كيتعلموا عن بعد، يعني كيتم تشتت الانتباه ديالهم بسهوله، مثلا تلقاه هو كيتعلم واحد شويه كتلقى دخل فيسبوك، واحد شويه دخل هو في الواتساب،
هو صافي كي يعني الانتباه ديالو كيتشتت، ما كيبقاش متبع مع الاستاذ، ولا كيكون شي مشكل في الدار، ولا شي دري صغير حداه، ولا دونك هذا هو يعني من الصعوبات ومن المشاكل اللي يعني كيعاني منها اللي كيتعلم عن بعد. سو اي ليرنرز كان بي ايزلي ديستراكتد، يعني يقدروا يعني الانتباه ديالهم يتشتت بسهوله. تشيتين الغش، دونك بالنسبه الى قريت عن بعد دونك الغش سهل. سو ذير از نو واي تو ديتكت، يعني ما كاينش طريقه باش تكتشف ان الغش كيوقع ولا يعني فوالا. ده بالنسبه للغش في اي ليرنينغ. فليكسيبيليتي هي داك الليونه، انت نقولوا فليكسيبيليتي هو مثلا الواحد مثلا كيكون مشغول ولا عنده شي حاجه ولا باغي هذا وما عندوش الوقت. دونك بالنسبه للاي ليرنين يقدر مثلا الدرس فقط كيصيفطوه له كيتفرج فيه وقت ما بغى وكيجاوب وقت ما بغى. دونك كاين داك الفليكسيبيليتي، ما كاينش داك الصرامه في الوقت، وهذا بحال في التراديشنال كلاس رومز، يعني في الفصول التقليديه كاين صرامه وما كاينش الفليكسيبيليتي، لكن في الاي ليرنين كاين هذه الليونه ديال التعلم. سو الاي ليرنرز اوفر، يعني هذا الاي ليرنين اوفر كيقدم هاد الليونه يعني للناس اللي مشغولين واللي عندهم شي حاجه يعني يديروها. learners needs هما الحاجات المتعلم، بزاف ديال الحاجات المتعلم منهم انه خاصو يعني يتعلم بواحد الطريقه معينه، خاصو مثلا مقررات، خاصو واحد لونفيرونمون، واحد البيئه ديال التعلم مزيانه، خاص بزاف. هادو ممكن نقولهم learner needs. وشنو خاصو يتعلم كمقرر، يعني كماده شنو خاصو يتعلم، نقول لهم هادو learners needs او الحاجات ديال المتعلم اللي كيحتاجها. e-learning may help learners meet their needs، يعني e-learning يقدر يعاون التلامذ او المتعلم باش ياخذ داك او زعما يكتسب داك الحاجات اللي خاصو. so opportunities هما الفرص، opportunities كتلقاها بزاف في الاسئله ديال الفهم. opportunities بحال التلميذ كيسولني شنو opportunity، انا كنقول لك opportunity هي الفرصه ولا مناسبه، فرصة ولا مناسبة، يعني كيكون عندك الاوبورتونيتي، كيكون عندك المناسبة باش يقول لك this is a good opportunity to learn، يعني هذه مناسبة مزيانة باش نتعلم. opportunity هي فرصة أو مناسبة. دونك distance learning offer a lot of opportunities for those who can't attend traditional classes، يعني كيعطي بزاف ديال الفرص وديال المناسبات باش التلميذ يتعلم بلا ما يحضر التراديشنال كلاسز، بلا ما يحضر الفصول الدراسيه التقليديه. لوكيشن هو الموقع، دونك بالنسبه للمتعلم اللي كيتعلم عبر الانترنت ماشي مهم الموقع ديالو واللوكاسيون ديالو، واخا يكون ما عارف فين راه غادي يتعلم، المهم الانترنت يكون عنده تليفون ولا الاورديناتور. تايم مانجمنت هو كيفاش تنظم الوقت ديالك. بالنسبه للاقسام العاديه فالوقت كيتنظم اوتوماتيك لانك انت كتحضر في واحد الوقت معين وكتمشي في واحد الوقت معين، لكن بالنسبه للاي ليرنينغ خاصك تنظم الوقت ديالك، وقتاش تقرا، وقتاش تجاوب على الواجبات المنزليه، وقتاش خاصك هذه المسائل خاصك تنظمها. سو نقولوا له تايم مانجمنت، تنظيم الوقت. اي ليرنينغ هيلبس يو مانج يور تايم، يعني هذا اي ليرنينغ كيعاونك انك يعني توفق بين الخدمه وبين العائله وبين القرايه. دونك تولز هما الادوات، الادوات اللي كنحتاجوها باش نتعلموا. سيلف ليرنين هو التعلم الذاتي، ملي كتعلم راسك براسك. اي ليرنين حتى هو واحد الجزء، يعني تقدر تتعلم غير باغ انترنت وتعلم راسك براسك. اكسس تو ليرنين، ملي كيكون عندك الامكانيه انك تتعلم. حاليا كاين الامكانيه ديال التعلم ثانكس تو ذا انترنت، يعني بفضل الانترنت اي واحد دابا ممكن يتعلم باغ انترنت. فاسيليتيز هما التسهيلات، فاسيليتيز اللي خاصهم يكونوا الفاسيليتيز تسهيلات ولا مرافق اللي يمكن يعني تكون الاستاذ ولا حتى التلميذ باش يهيئوا له واحد البيئه مناسبه باش يتعلم فيها. سنقولوا schools should provide teachers، يعني خاصهم يزودوا الاساتذه with some necessary facilities بتسهيلات ضروريه باش هاد الاي ليرنينغ تكون فعالة، يعني effective. attend ندوزو دابا الفيربس. attend هي كتعني حضارة، دونك غالبا إلا كيهضرو على e-learning تيقول لك ما خصكش، يعني ماشي بالضرورة تحضر للقسم، هي attend يعني you don't have to attend
classes if you take online courses. يعني بلا ما تحضر الكلاسز اللي هي traditional classes إلا كتاخد online courses. deliver هي يلقي، الأستاذ يلقي الدرس. deliver a lesson. So الأستاذ ممكن يلقي الدرس في القسم ويلقيه عبر الإنترنت. So teachers deliver online lessons to students. emerge هو يظهر ولا ويبرز. مثلا هاد الـ e-learning ظهرت بداية ديال هاد الديجيتال ايج او هاد العصر الرقمي اللي بدا واللي حاليا دابا كيسيطر على جميع المجالات ماشي غير في التعليم. costly expensive كتعني غالي، وبالتالي كتعرفوا بان distance learning الا بغيتي تسجل في شي جامعه عبر الانترنت وتاخد الدبلوم منها فهي كتكون غاليه شي شويه. so costly expensive غالي الثمن. substitute هو يستبدل، ماشي بدله ولكن يستبدل. كاينه بدل هي replace كتبدل، تستبدل هو substitute. يعني you can never substitute traditional learning for e-learning. يعني عمرك ما تقدر تستبدل سميتو التعليم التقليدي بالتعليم اللي هو عبر عن بعد، لان التعليم التقليدي كيبقى التعليم التقليدي مهم جدا وصعيب باش تبدلو بالe-learning اللي هو التعلم عن بعد. achieve فولفيل، هذا فولفيل واتشيف كتلقاوها بزاف في هذه الاسئله ديال الفهم، ما فيها باس نعرفوا المعنى ديالهم باش حتى نعطيو لكم مثلا في الاسئله ديال الفوكابولري كتكون لتحت فيها جوج نقيطات ما تتفلتهاش، يقدر يعطيك مثلا اتشيف ولقى المرادف ديالها في التكست. اتشيف كتعني يحقق، فولفيل كتعني يحقق. تلقى اتشيف الا لقيتي اتشيف راه لقى لتحت فولفيل، ولا لقيتي فولفيل في التكست تلقى اتشيف. دونك هاد الكلمات هادو بزاف تيتحطوا مزيان الانسان يعرفهم. so achieve fulfill يحقق. you can achieve a lot with online course, learning. تقدر تحقق بزاف ديال الحوايج بتعلم عن بعد او بتعلم عبر الانترنت. receive يحصل على، you receive يعني تحصل على مثلا degree، على واحد دبلوم. you receive the degree right. so receive يحصل على. you can receive a degree in distance learning يعني تقدر تاخذ دبلوم عبر الانترنت. provide يزود، provide هي يزود ولا يعطي، يزود او يعطي بحال give. الا لقيتي provide راه كتعني give provide بحال engage هو يشرك، يعني الاستاذ خاصو ديما يشرك التلميذ في العمليه ديال التعلم، ديما يشركه يعني يكون engage، تكون داك الانجيجمنت يعني يكون واحد الانجيجمنت. دونك engage هو يشرك. it's hard هيدا البيج هادي. it's hard to engage students، صعيب باش انك تشرك التلامذ في التعلم عن بعد فتدخل، لان كاين بزاف ديال التحديات، ربما التلميذ مازال ما اكتسبش داك المهاره باش يكون يعني قلبا وقالبا مع الـ e-learning. require هو يتطلب، دونك يتمكن يتطلب require. e-learning requires a lot of effort from the teachers to prepare lessons. دونك بالنسبه للe-learning كتطلب بزاف ديال المجهود من الاستاذ باش يوجد الدروس. adopt هو يتبنى. enroll هي سجل، كتسجل راسك مثلا في شي جامعه ولا في شي مدرسه كتسجل. enroll in ولا enroll on بحال غنديرها لكم هنايا on ولا in، مره كتلقى in مره كتلقى on. so بحال you enroll in a university ولا you enroll on institution، يعني institution هو مؤسسة. cooperate هو تعاون، يعني خاص يكون داك التعاون بين الأستاذ والتلميذ في e-learning، خاص cooperation ولا students should cooperate with teachers، يعني خاصهم يتعاونوا مع الأستاذ باش يوصلوا للنتيجة اللي بغاوها. restrict هو يقيد، يعني تقيد، يحد من شيء، يقيد من شيء، يعني restrict ممكن تلقاوها. دونك فوالا. beneficial مفيد، beneficial مفيد. بالنسبه للادجكتيفز ما كاينش بزاف. physically present هي انه يكون حاضر بدنيا. tangible شي حاجه اللي هي ملموسه، مثلا بالنسبه للملموس. e-learning is not tangible but virtual، يعني بالنسبه للe-learning ماشي ملموس لكن كيبقى فقط افتراضي ماشي ملموس. viable هو متاح حاليا دابا بزاف ديال lessons هما now many English lessons، يعني بزاف ديال lessons are viable متاحة
مجانا او بالمجان في اليوتيوب، دونك متاح كتعليم فايبل. فوالا هذو هما الكلمات. راني يعني قريت مجموعه من النصوص والارتيكلز ديال الاي ليرنين، وحاولت انني نجبد اكبر عدد من الكلمات والمصطلحات يعني اللي كتكون مشتركه بين هاد التكست هادو. يعني هادو هما ربما اللي تلقاو في هاد يعني في النص ديال الاي ليرنين. موضوع جد مهم، تقدر تلقاوه قلت لكم في الاسئله ديال الفهم في النص، او يقدر تعاونوا بهم. يعني الى سولك مثلا تكتب شي نص او شي رايتين حول التجربه ديالك ديال التعلم عن بعد، ها هما كلمات يقدروا ينفعوك. وكذلك اعطيتكم بعض الاكزامبلز وبعض كذلك التفسيرات والشروحات. فوالا، ما تنساوش كما قلت لكم تشتركوا وديروا لايك وتخليوا كومونتير. مع السلامه.